شاهد أطرف وأغرب اللقطات اللي ممكن تشوفها في حياتك. وقبل ما نشاهدها تعالوا بنا نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول اللقطات معانا للقرد ده اللي حب يبقى مختلف عن بقية القرود اللي في العالم، حب يستغل صحته في لعب الرياضة بدل ما يرازف خلق الله ويعاكس فيهم. عاش، الله ينور. أما الكلب ده بكرفطته ونضارته ونظراته تحس إن الشركة بتاعته أعلنت إفلاسها، علشان كده قاعد زعلان. أما أنت قطة حنينة جدا، ده أنت بتعامل البط الصغير أحسن معاملة، ده ولكن أبوم وموم ومضينك على وصلات أمانة. أما الفرد الحمام ده تعب في السكة وهو طاير، قالك أما قضاها مترو المرات بلا هدة، فضل مستني المترو لغاية ما جه، وأول ما المترو فتح الباب دخل زيه زي أي حد، ده أنت طلعت فرد حمام مجرم. للقط ده اللي قرفان ومتضايق من زوجته اللي قاعدة في قلب العلبة دي، بمجرد اللي هو شافها وهي قاعدة جواها قام قافل عليها غطا العلبة، لا وقاعد عليها كمان علشان يكتم أنفاسها. لأخينا ده اللي أبخل واحد في العالم، أول ما الفراخ بتاعته الجوع يقوم مشغل لهم فيديو على التابلت لراجل بيبدو الرز على الأرض، يا بخلك يا أخي. أما القطة ده عمالة تزغزغ في الكلب ده وتلحس فيه لما الكلب جسم فرول، كفاية بقى حرام عليك جسم أشعر. أما حيوان الباندا ده زهق من الحبسة وهيموت ويخرج، بمجرد البنت ده أول ما دخلت على القفص قفش في رجلها وعمال يبوس فيها علشان تخرجه. اغسل سنانك كويس يا ابني بالفرشة، لغيرك واجيب واحد تاني مكانك، ما تنساش الفك اللي تحت بقى علشان بياكلني. قولي ايه أكتر موقف عجبك في المواقف دي؟